ده اللي هنعرفه النهارده اجابته من دكتور ريهام العراقي اللي مشرفاني منوراني النهارده في الاستوديو، اخصائي التغذيه العلاجيه. اهلا بيكي يا ريم، منوراني بجد، وحشتيني جدا. انت كمان يا روح قلبي. ايه الأفضل؟ طبعا الموضوع بجد مهم وهيفرق مع ناس كتير، وهقول لك انا واحده منهم، لانه فكره انواع السكر مختلطه على ناس كتير. صح. طيب هل ناخدها كده حاجه حاجه؟ اولا هل السكر مفيد للجسم؟ خلينا الكميه المفيده قد ايه؟ حلو، خلينا احنا اصلا نعرف الناس واحنا بنتكلم على السكر ده اللي هو ايه. ما هو اي حاجه سواء كانت نشويات او سكريات، ايوه، اسمها جوه جسمي سكر. سكر، مظبوط. تمام. فانا عندي حاجه من السكر صحي اللي هي بتتقسم لحاجه اسمها نشويات معقده، زي مثلا حبوب الكامله، الشوفان، البطاطا، البطاطس، الحاجات دي سكر، يعني هي نشويات بس سكر مفيد. كويس. لما باخده بالكميه يبقى ده السكر الصحي. بالظبط. وفي سكر اللي هو السكر الطبيعي، زي مثلا العسل، زي السكر بتاع الفاكهه، ده برضه سكر صحي. أيوة. سكر الفركتوز اللي هو المعلب حاجه مختلفه شويه عن سكر الفاكهه اللي بناكله جوه ثمره الفاكهه الحقيقيه. بالظبط، هو مستخلص من الفاكهه، بس الفاكهه مش بس فركتوز، هي في فركتوز وجلوكوز وسكروز. أيوة. الحاجات كذا دي انواع ثانيه. بالظبط. فانا لما برضو باخد حاجه انا باخد المستخلص، فبيبقى كونسنتريتد شويه او مركز شويه. مظبوط. فالاحسن عندي برضو ان انا اخد السكر الطبيعي بتاع الفاكهه نفسها. حلو جدا. احنا برضو هنتكلم في البدائل بتاعه السكر، بس انا بتكلم على الطبيعي بتاع السكر او الطبيعي بتاع النشويات اللي احنا المفروض نعتمد عليها، نشويات معقده زي اللي احنا اتكلمنا فيها، لانه دي ما بترفعش السكر، فبالتالي مش بترفع الانسولين، فمش بتخليني عرضه ان انا يجيلي الامراض بتاعه مقاومه الانسولين او السكر او التكيسات بتاعه المبايض. مش سبب لزياده الوزن طبعا لو انا باخدها بالكميه معقوله بالظبط اللي مطلوبه مني. غير كده كمان مش بتجوعني، بالعكس هي بتشبعني لفتره طويله وبتديني دي من فوائدها. بالظبط، لانه اصلا هي فايده الكربوهيدرات او النشويات والسكريات الصحيه ايه؟ ان هي مصدر الطاقه بتاعي. صحيح. هي مصدر الطاقه للجسم لو انا بعمل اي مجهود، او للوظائف الحيويه بتاعت جسمي او لمخي. صحيح. يعني انا لما اكون ما بعملش اي حاجه خالص، مش بعمل اي مجهود، بس مخي شغال، انا طبعًا. بفكر، انا محتاج طاقه. الطاقه دي بجيبها منين؟ بجيبها من النشويات. فاحنا برضو عايزين نقول انه مش كل السكر وحش، احنا بنتكلم في فئه معينه او بنخصص حاجه معينه هي اللي احنا بنحاول نبعد عنها، لان هي بقى بتعمل لي عكس كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي. بتجيب لي امراض بتاعه المناعه، بتضعف لي المناعه، فلان انا جسمي عرضه ان هو يحصل له امراض كل شويه. في دراسات كتير اكدت ان هو برده مع الاستهلاك الكتير من السكر، انا هنا بقى بتكلم على السكر الابيض. أيوة. والدقيق الابيض. أيوة. بالمشتقات بتاعتهم كلها. بالظبط. بس احنا عشان بنتكلم على السكر، حلو قوي. الملح طبعا، هو الملح وسكر الابيض عشان كده بقول في بدائل برضه. بالظبط. يعني هم السموم البيضاء. أيوة. السكر الابيض والملح. بس احنا بنتكلم دلوقتي على السكر، فهنخصص كلامنا اكتر على السكر، انه لقوا ان في ربط بينه وبين تكوين الخلايا السرطانيه برضه. فانا بتعب منه والمناعه بتاعتي بتضعف، غير ان هو بقى بيزودني في الوزن، يعني عكس كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي، انا هزيد في الوزن. انا طول الوقت هيبقى عندي شره ناحيه الحلويات والاكل عامه، انا هلاقي ان انا طاقتي ضعيفه جدا، لانه السكر ده بيتحرق بسرعه، مش بيفضل في جسمي فتره طويله زي الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. صحيح. فكل حاجه غلط انا هلاقيها بتحصل في جسمي هتبقى بسبب السكر الابيض والدقيق الابيض والمشتقات بتاعتهم، وبالذات كمان تخزين الدهون في مناطق معينه من الجسم انا ما كنتش متعوده عليها، بالذات المنطقه بتاعه البطن او المنطقه بتاعه الجناب، سواء السيدات سواء الرجاله. تمام. تخزين الدهون في منطقه البطن لو ده عكس طبيعه جسمي او ده ما كانش بيحصل لجسمي، هيبقى السبب الرئيسي فيه، غير طبعا زياده كميات الاكل هيبقى السكر. فهنا انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على السكر الابيض. بتكلم عن السكر الابيض ده صحي؟ هو برده مش كده. لا مش صحي. السكر البني هو في اعتقاد ان هو بديل للسكر السكر الابيض. لا. بس هو سكر ابيض محطوط عليه شويه عسل اسود. بالظبط. فشويه العسل الاسود اللي فيهم شويه حديد وكالسيوم بنسب قليله قوي. عارفه امتى بقول السكر البني اللي مش متضاف له عسل بقى؟ ما هو في برده من قصب السكر بيبقى، عارفه لما بيطلع بيبقى فيه قبل ما يدخل موضوع التكرير والبروسيسنج والكلام ده. ده كويس.
ده بالظبط يعني ده بنسبه كويس، بس ده مش متوفر كتير برضه. متوفر والله، بس يعني الناس اللي بتتعامل مع اماكن الدوله زي التموين والحاجات دي موجوده على فكره. وانا واحده من الناس كنت بستبدله، يعني كانت حماتي تجيبه اكيد بقى في الموضوع ده. اديني انا البني ده انا بحبه. الفكره بقى في بدايل تاني دلوقتي، انا بس برضه عايزه اوضح ان المعجنات بقى والمخبوزات والحلويات والايس كريم والشوكليت والمياه الغازية ومشروبات الطاقة، كل الحاجات دي بتندرج تحت اللي هو السكر المضاف أو السكر اللي هو غير صحي اللي احنا بنتكلم عليه. هل معنى كده ان انا طالما قلت على الحاجات دي كلها وحشة سكر يعني بالظبط ان انا هقطع لا اوعي يا ريم.